بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الجنائز، هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف أحكام الأموات من حيث تجهيزهم والصلاة عليهم ودفنهم، ما يتعلق بذلك من أحكام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قضى بالموت على كل مخلوق. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. فالموت حكم من الله سبحانه وتعالى يجري على خلقه، حكم قضائي قدري يجري على جميع خلقه، لا يتخلف عنه أحد. ولكن لما كان لابن آدم ميزة على غيره من المخلوقات، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن ذلك أنه لم يجعل جثته كجثث الحيوانات التي تلقى ولا يهتم بشأنها، بل إنه سبحانه وتعالى كما أنه اعتنى بهذا المخلوق في حال حياته، فكذلك اعتنى به في حال وفاته وبعد موته. فقال سبحانه وتعالى ممتنا على ابن آدم: ثم أماته فأقبره. هذا من جملة نعم الله على هذا الآدمي: ثم أماته فأقبره. وقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تعيشون على ظهرها وتدفنون بعد الموت في بطنها، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
فلما كان لهذا الآدمي خاصية على غيره من المخلوقات، ومن ذلك العناية بجثته بعد موته وقبل دفنها يشرع لها من الأحكام ما سيأتي ذكره إن شاء الله، من أجل ذلك عقد المصنف كغيره من الفقهاء هذا الكتاب، كتاب الجنائز أي أحكام الأموات. وقبل أن ندخل في أحكام الميت لا بد من التذكير، لا بد من التذكير بأن العلاج أمر مطلوب للمرضى، لأن ذلك من فعل الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى الأخذ بها. فالتداوي سبب من الأسباب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء وأنزل الشفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء إلا الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيباح التداوي بما أباح الله سبحانه وتعالى من الأدوية، وبعض العلماء يرى أن التداوي مستحب أرفع من درجة الإباحة، إلا أنه لا بد أن يكون الدواء بمادة مباحة مما خلق الله سبحانه وتعالى من الأدوية النافعة، ولا يجوز التداوي بمواد محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والدواء على قسمين: دواء بالرقية الشرعية من القرآن الكريم ومن الأدعية الشرعية، بأن يرقى المريض ويقرأ عليه أو على موضع الألم من كتاب الله أو من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، فإن الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقي صلى الله عليه وسلم حيث رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ولما سئل عن الرقى قال: لا بأس بها ما لم تكن شركا، وهي سبب من أنفع الأسباب بإذن الله تعالى. وأما الرقى الشركية كالاستعاذة بالجن أو بالشياطين أو بالأموات أو بالأدعية التي تشتمل على شرك أو على بدعة، فهذه رقية محرمة لا يجوز فعلها، ولا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والدجالين الذين
يستغلون حالة المرض فيدجلون على الناس لإفساد عقائدهم وسلب أموالهم من الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين، فلا يجوز الذهاب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما النوع الثاني من أنواع الأدوية فهو الأدوية المباحة التي جعل الله فيها خاصية من الشفاء، وهي كثيرة ويعرفها أهل الفن من الأطباء وأهل التجربة، فلا بأس بالتداوي بها، مثل الأدوية التي يقررها الأطباء في المستشفيات أو في العيادات، فهذه أدوية خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع عباده، فيعالج عند الأطباء وتستعمل الأدوية المباحة، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أغنى الله بها المسلمين عن الأدوية المحرمة، وكفاهم بها عما سواها، فعليهم بالأخذ بالأسباب المشروعة وترك الأسباب المحرمة، فإنها الأسباب المحرمة مرض أشد من مرض الجسم، لأنها تفسد العقيدة، فهي مرض في العقيدة، ومرض العقيدة مرض خطير أشد من مرض الجسم، فكون الإنسان يعالج جسمه بما يفسد عقيدته هذا من انتكاس الفطرة. الواجب أن الإنسان يعتني بعقيدته أولاً ويتعالج بما أباح الله سبحانه وتعالى، وفي الحلال غنية عن الحرام، والله سبحانه وتعالى كفى المسلمين بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. نعم. ثم أيضا مما يجب التذكير به أنه يجب على المسلم تذكر الموت دائما وأبدا، وأن لا يغفل عن الموت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، لأن تذكر الموت استحضاره يحث المسلم على التوبة وعلى استقبال الموت بحالة طيبة. أما إذا غفل عن الموت فإنه يتمادى في المعاصي، وقد ينزل به الموت وهو على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون الخسارة العظيمة. فتذكر الموت فيه مصلحة، لأنه يرقق القلوب ويذكر بالتوبة وإصلاح الأعمال وحسن الخاتمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فيتذكر الإنسان الموت دائما وأبدا، ويتوقعه في كل لحظة، ويزور القبور من أجل أن يلين قلبه ويعرف أنه لا بد أن يصير إلى هذه القبور، ويكون مع أهلها
في يوم من الأيام، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتوبة. ومن المعلوم أن التوبة تقبل ما دام الإنسان على قيد الحياة، فإذا نزل به الموت وبلغت روحه الحلقوم والغرغرة حينئذ لا تقبل منه التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم. ولا يدري أحد متى يقع في هذه الحالة، لا يدري متى ينزل به الموت، فالإنسان يتوقع الموت في كل لحظة وفي كل حالة، ولا يغفل عن الموت، لأن الغفلة عن الموت تنسي الآخرة وتنسي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا مما تجب الوصية به أن الإنسان يكتب وصيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده، كما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والوصية على قسمين: قسم واجب، وهو أن يوصي الإنسان بماله وما عليه من الحقوق لئلا تضيع من بعده، إلا إذا كانت هذه الحقوق فيها وثائق. أما إذا لم يكن فيها وثائق تثبتها، فيجب على المسلم أن يوصي بها، يوصي بما له عند الناس من الديون والحقوق والودائع، ويوصي بمال الناس عنده أيضا من الديون والحقوق والودائع، حتى لا تضيع هذه الحقوق بعد موته. هذه الوصية واجبة، ويبادر بها الإنسان. أما النوع الثاني وهو الوصية المستحبة، وذلك بأن يوصي الإنسان بجزء من ماله يكون في سبيل الخير والإحسان من بعده، ليكون صدقة جارية يجري أجرها عليه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويستحب أن يوصي الإنسان بالثلث فأقل، ولا تجوز بما زاد عن الثلث إلا برضا الورثة بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث، بالخمس أو بالسدس أو ما هو أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. لكن هو الحد الأعلى لوصية الميت من ماله. ويشترط أن يكون هذا الموصي من الأغنياء. أما إن كان ماله قليلا فالمستحب أن لا يوصي، وأن يتركه لورثته ينتفعون به. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فقوله جل وعلا: إن ترك خيرا، الخير المال الكثير، دلت الآية على أنه إذا لم يترك مالا كثيرا أنه لا تستحب له
الوصية لئلا يضايق الورثة المحتاجين. وكذلك مما يجب التنبيه عليه أنه لا يوصي لوارث، لأن الوارث يكفيه حقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فإذا يشترط في الوصية أن تكون في حدود الثلث فأقل، أن يكون الموصي ذا مال كثير، أن لا يوصي لوارث. فهذه الأمور يجب التنبيه عليها ويجب التنبه لها، لأن المسلمين بحاجة إليها، ولأن نسيانها والغفلة عنها يسببان أضرارا كثيرا على المسلم إذا مات. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قبل الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكان لفلان كذا. فينبغي للمسلم أن يشارك في أعمال الخير والصدقات والتبرع والإحسان ما دام على قيد الحياة من ماله، ليقدم لنفسه من ما أعطاه الله من المال ما يجده عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مال أحدكم ما قدم وما أخر فهو للورثة. فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الإحسان والصدقات والتبرعات الخيرية ما دام على قيد الحياة وما دام في حال الصحة، ليكون ذلك ذخرا له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. إذا نزل بالإنسان مرض، والمرض مقدمة للموت، وتسن عيادته بأن يزوره أخوه المسلم من أقربائه وغيرهم، فالعيادة هي زيارة المريض وليست لمجرد السلام عليه فقط، وإنما المقصود الأعظم من زيارة المريض تذكيره بالتوبة والاستغفار. وكذلك ليستأنس بأخيه الزائر ويخفف ذلك عنه الألم. فعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي من فضائل الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى، حتى إنه زار الكفار لدعوتهم إلى الله. زار عمه أبا طالب وهو في سياق الموت، ودعاه إلى الله وقال له: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وزار غلاما يهوديا كان يخدمه، فدعاه إلى الله فأسلم الغلام ومات على الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتذكيره التوبة والوصية. تذكيره التوبة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت، قبل أن ينزل به الموت، لأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فيبادر بالتوبة ما دام على قيد الحياة وما دام لم ينزل به الموت. والمريض هو بأمس الحاجة إلى التوبة،
لأنه مشارف على الموت، قريب من الموت، فيبادر بالتوبة ما دامت المهلة لقبول التوبة باقية. كذلك يذكره بالوصية، وليس معنى ذلك أن يشعر المريض بأنه سيموت، لأن الأمر بالتوبة مطلوب من الأصحاء ومن المرضى. وكذلك الوصية لا يفهم من ذلك إشعار المريض بأنه سيموت أو أنه على خطر موت، لأن هذا يؤلمه، ولكن طلب الوصية حتى من الأصحاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. نعم. قد يقول بعض الزوار شيخ إن هذا يعني كيف يجدون سبيلا بين عدم إشعار المريض بما حذرته منه وبين تحقيق السنة في الزيارة والتذكير بالوصية والتوبة؟ يقول له إن الوصية مطلوبة من الأصحاء، ليست خاصة بالمريض، ويقول له إن التوبة مطلوبة في كل وقت، ما هي خاصة بالمريض، يقول له هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا نزل به سن نزل. وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة. نعم. إذا نزل الموت بالمريض وهو ما يسمى بالمحتضر، فإنه يستحب لمن حوله من أقاربه وغيرهم أن يتعاهدوه بما يخفف عنه الألم، وذلك بأن تندى شفتاه بقطنة نظيفة فيها ماء ليرطب شفتيه، لأنهما تيبسان من شدة الألم، فينديهما بالماء ليكون ذلك أسهل على المريض. وكذلك يقطر في حلقه شيئا من قطرات الماء، لأن شدة الألم وشدة المرض يحصل منهما يبس للحلق ويبس للشفتين، وفي هذا مشقة على المريض، فيخفف عنه ذلك بأن يعمل معه ما يسهل عليه ما هو فيه. نعم. قال: ولقنه لا إله إلا الله مرة. كذلك مما يعمل عند المحترض والمحتضر، وهو أهم ما يعمل، تلقينه الشهادة، تلقينه لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من أجل أن يموت على هذه الكلمة، تكون آخر كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه إياها برفق، فإذا قالها مرة فإنه يكف عنه، إذا قالها مرة لا تكرر عليه، لأن التكرار عليه يشق عليه وهو في حالة المرض وحالة الألم الشديد، فلا يثقل عليه بتكرار قول لا إله إلا الله، إذا قالها مرة حصل المطلوب. نعم. قال: ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. فإن كان لا بد من التكرار فإنه لا يزيد على ثلاث مرات، لأن ما زاد عن ثلاث مرات يشق على المريض، إلا إذا تكلم المريض بكلام آخر بعد قوله لا إله إلا الله، تكلم بكلام آخر، فإنه يعيد عليه تلقين لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، كان هذا آخر وقت البرنامج من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وجزى الله شيخنا
خيرا على ما تكرم به من الشرح والبيان. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخية بن خليفة الدوسري. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.